السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي اخواني، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. كامل ان شاء الله تكونوا في صحه جيده، واللي كانوا مرض ان شاء الله يكونوا ريحوا. بالنسبه للناس اللي سالوا عليا بزاف ودعاوا لي، نقول لهم بارك الله وبارك الله فيكم، وان شاء الله انتم تاني ربي يجيب لكم الشفاء، ربي يجيب الشفاء للجميع، لجميع المسلمين حيثما كانوا يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله البنات حبيت نشارك معكم زوج وصفات سهلين مهلين بالنسبه للسعله، والسعله اللي راهي تتلخر في هذا المرض الله يعافي الجميع. فزوج وصفات اللي فعالين وسهلين بزاف، ونظن انه بزاف منكم يكونوا يعرفوهم. معليش حنا درناهم نديروهم في فيديو، كي يستفادوا زوج عباد ولا ثلاثه رانا في الفائده. هكذا بين قوسين البنات تاني اللي عندها اي وصفه تاع السعله مجربه وتكون مليحه تحطها لنا في التعليقات، خلي نستنفعوا من بعضنا باش يعني تزيد تاعهم الفائده اكثر واكثر. تقدروا هذا الفيديو تبارطاجيوه مع ناسكم مع احبابكم باش يزيدوا ناس اكثر يستفادوا، كاين بزاف اللي راهم يعانيوا مساكن. اول وصفه نجوزوا لها مباشره هي وصفه تاع اللفت البنات. الا عندكم هذا اللفت المدور يكون احسن واحسن، ولا ما عندكمش تقدروا تستعملوا اللفت العادي الطويل. المهم انا كانت عندي هذه هي المدوره، خوختها داخل كما يقولون، فرغتها لداخل كما ديرون الدولمه، تحكمي تنحي لها البوشون هذاك من فوق الشابو ديالها باسكو من بعد نغطيو به، وتفرغيها كامل لداخل. ها هو اللي كما راكم تشوفوا هذاك اللي نحيته من الداخل درتو في بول، وهذيك الوسمها خليتها هكذاك، ومن بعد عاود توليت لهذاك ما نرمي والو ما نكذبش عليكم، نستعملوا كل حاجه باذن الله. هذاك اللي نحيناه من الداخل نسيو نقطعوه مرصوات صغار، نزيدو نستعملوه هكذا باش ما نرميوهش، دونك نقطعوه هكذا دي مرصو صغار، ناخذ واحد الكميه غير صغيره منه. كما تقدري ما ديريش لا ما تعاوديش ترجعيه لداخل هذيك الحبه تاع اللفت اللي فرغناها. دوك تشوفوا انا كيفاش درت له، تقدري تعاودي ديري شويه منه داخل هذيك الحبه تاع اللفت، كما تقدري تعاودي تزيدي هو ديريه على حيده كما قولي باش يزيد يخرج رجلك واحد الكميه اكبر تاع السيغو. هكذا البنات شوفوا راني قسمته كامل فتيت صغار، نفعوني بزاف، نقصوا عليا بزاف هاد الزوج وصفات، مازال وصفات واحد اخرين، ومازال واحد الفيديو حنديرو لكم واحد الفيديو حصري، واحد طريقه تاع جداتي الله يرحمها، طريقه نورمالمون ما كانش في اليوتيوب. هكذا البنات عندي بزاف اللي دارتها لي جداتي الله يرحمها، وطريقه هايله وسهله مهله. انتظروني هاد اليومين ان شاء الله نوريها لكم وندير لكم التطبيق ديريكتومون على وليدي، يعني باش تشوفوا حتى كيفاش تستعملوها. المهم قلنا خدينا شويه من هادوك تاع الداخل فتتناهم، عاودنا رجعناهم لداخل هذيك الحبه تاع اللفت اللي فرغناها كما راكم تشوفوا، طريقه واضحه قدامكم. ومن بعد خديت السكر، السكر العادي اللي تسكروا به الحليب والقهوه، ماشي السكر ناعم، سكر عادي. درتو غطيت يعني عمرت هذيك الحبه تاع اللفت تاعي اللي فرغتها، عمرتها كامل داخل بالسكر كما راكم تشوفوا من الحده تاع السالة ديالي نقصت الحمد لله. فكما راكم تشوفوا عمرناها، درنا لها البوشون تاعها، ودرنا لها واحد الكاس من تحتها، كاس يكون فارغ، وقفي ديك الحبه تاع اللفت تاعك فيه، باسكو لو كان تخليها وحدها تقدري تحطيها وحدها هكذا فوق البوطاجي مثلا، لكن تخافي كي تعمر فيها داك لو سيغو يدفق لك، تميل على الجنب ولا تدفق لك. وهذوك اللفتايت هذوك الاخرين اللي قعدوا خليناهم داخل البول، اي كاس ولا بول ولا، زيدي ثاني غطي عليهم بالسكر وتخليهم ديريهم مثلا في الليل الصباح كتروحي ليهم شوفوا الصباح كتروحوا ليهم شوفوا تلقاهم معمرين هذاك السكر كامل ولا كي العسل ولا السيغو. هاولي كان هنايا كون ديجا استعملت منه نقصت منه، ماشي غير هذه الكميه خرجت لي كبيره ولادي يعني مديت لهم منه. هاوليك تحكموا تصفيوه، تحكموا تصفيوه بصفايه كما راكم تشوفوا، حتى كي يحبط في الكاس شوفوا كيفاش هو تقيل باين القوام ديالو. هذه هي كانت الوصفه الاولانيه، نتمنى تجربوها سهله بزاف، ان شاء الله يا ربي تنفعكم وتدعوا لي. نجوزوا مباشره دركا الى الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هذه تربيت بها ملي كنت صغيره، على بالي تاني بزاف بزاف منكم يعرفوها، هايله مجربه. هذه ماشي تحبس لك السعله، هذه تعاونك باش تزيدي تخرجي يعني هذوك لي سيكريسيون اللي عندك يكونوا حاصلين بلوكيين في الرئتين رايح يعاونوك، وحد زيد ترطب لكم الحلق ديالكم، على بالكم مع السعله كي واحد يسعل بزاف الحلق ديالو رايح يتنجرح، وكاين اللي مساكن كتبوا لي في التعليقات راهم يخرجوا حتى في الدم اعزكم الله.
هذه ثاني حتعاونكم بزاف بزاف. شوفوا هذه نسحقوا فيها السكر الناعم. البنات صدقوني بالله كاين احيانا وين كنت محتاجه ليها الوصفه هذه وما كانش يكون عندي السكر الناعم، فاستعملت لها حتى السكر العادي يعني باش ما تربطكم حتى حاجه. حتى لما عندك الا عندك السكر الناعم يكون احسن، تخرج لك واحد لاكاليتي تاع يخرج لك يعني واحد المزيج هايل. وإلا كان ما عندكش تقدري ديري حتى السكر الاخر. هذه هي نسحقوا زيت الزيتون. زيت الزيتون البنات الا كان عندكم يكون هايل. وهنا اللي حطيت لكم في التصويره زيت الذرو، الا عندكم زيت الذرو هايله رائعه من الزيوت الرائعه الهايله للسعلة والصدر. واش حبيتوني نقول لكم ما شاء الله. الا كان قدرتوا تحصلوا عليها زيت الذرو ديروا شويه يعني نص من زيت الذرو ونص من زيت الزيتون. دونك قلنا نعاود نفهمكم برك، خديت كميه من السكر الناعم على حساب الكميه على حساب نتوما واش تسحقوا، وخديت وبديت نضيف لها زيت الزيتون. قلنا ولا عندكم زيت الذر وضيفوا معاها بشويه، يعني خلطوها مع زيت الزيتون، ضيفوا بشويه وخلطوا، ضيفوا بشويه وخلطوا حتى تتحصلوا على واحد الخليط. تشوفوا كيفاش داير، ها ولا كيجي كوم ان بيغي مي كيفاش نقولوا، ما عرفتش ما على باليش كيفاش راني حنقول، تجي ليس فوالا. باش راح نقول علاش قلت لكم ميكس، سمحوا لي برك العيال شويه العيال البنات، البنات مازلني تعبانه واحد التعب، نوض نخدم غير خمس دقائق نلقى روحي عيانه. جو سي با اسكو نتوما تاني كتبوا لي في التعليقات ولا زل عليكم كامل وراكم تحسوا روحكم اون فورم. مهم شوفوا هنا زدت الكميه باسكو فريمون ما حنا الله يبارك على بالكم انا والزوج ديالي واربع دراري، فهذيك اللي درتها في الاول ما حاش تكفيني، زدت واحد الكميه واحده اخرى نتاع السكر. دونك ديروا على حساب نتوما واش تسحقوا. دونك قلنا هاوليك هذا ما كنسحقوا فيه غير هاد الزوج مكونات، ولا عندكم قلنا زيت الذر وزيدوه معاه باسكو زيت الذر قاطع بزاف البنات. تقدروا ميم ديروا خليط نتاع زيت الزيتون، هذه وصفه واحده اخرى، زيت الزيتون مع زيت الذر، ولا عندكم واسمو هذاك العسل الحر خلطوها تاني معها ما شاء الله. العسل الحر هايله هايله، انا والله ما كانت عندي بين قوسين تاني. لوستي عايشه في اسبانيا، الزوج ديالها مسكين جا فاكونس جا لهنايا عشا مريض بالوسمو عشا على بالكم باش عشا مريض، قال لك ما تقولوش هذه الكلمه عشا مريض ومرض وبرا ولا تقاتلوا روح تجري ليهم وتجيب لهم مسكين جري لينا وقضنا وزاد جاب لنا العسل وكامل والله غير بارك الله فيهم يعني، ونقول لهم سمحوا لنا برك في ميزان حسناتهم ان شاء الله. البنات لحقنا الى اخر الفيديو، انتظروني هاد اليومين باش ندير لكم هذاك الفيديو اللي وعدتكم به وزيد ندير لكم حتى الروتين ديالي كيما راني مريضه. ربي يشافي الجميع، تهلاو لي في رواحتكم، سلام سلام.